اتواصل بحضراتكم من جديد يعني انضم لي. انا اسف هتعمل فيها حاجه واحنا خارجين عشان اقدمك كويس. طبعا يعني نجم مصر نجم النادي الاهلي كابتن جميل الكابتن ياسر راني. اهلا بيك. انا كابتن ميدو. انا اسف ان انا اتاخرت. لا لا بالعكس انا كنت مستمتع بالحدث والله. يعني الراجل والله صعبان عليا وصعبان عليك انت كمان واكيد صعب على الناس. لا مش هو اكيد له حقه وان شاء الله مش شرط يرجع بس ياخد حقه الشرع بمعنى صح. يعني انت شايف الدنيا ماشيه في مصر ازاي؟ ما انا قلت لك يعني في الحاجات الرياضيه بتاعتنا على الاقل قلت لك قبل كده هي زي ما انا سمعتك برضو في الحوار هي مش بالكفاءه هي بالمجاملات والعلاقات والود حاجات كتير قوي. لكن اللي انا شايفه يعني بعيد عن منظومه بامانه النادي الاهلي كل الاتحادات وكل اللي انا شايفه ده كله بتبقى مصالح شخصيه. انا شايف اللي هو ناس جايه تخدم الوطن او جايه تخدم المكان. يعني بالعكس احنا كنادي اهلي اللي بيبقى المرشحين اللي داخلين جايين بيحبوا النادي الاهلي وبيخدموا النادي الاهلي وعايزين النادي الاهلي احسن صوره. المفروض في الاتحادات برضو الرياضات الثانيه الاتحادات كلها تبقى فعلا خايفه على اللعبه اللي هي اللي هي اللي هي, اللي هي شايلها سواء كره قدم او طايره او اي لعبه. فبنتمنى اللي احنا ننتهي يعني احنا بنشوف اوروبا بتعمل ايه نحاول نوصل ليهم في ثقافتهم وشعبيتهم وشكلهم. هم عايزين ينجحوا وبينجحوا والدليل اللي بيحصل ايه كابتن محمد مثلا بتذيع في قناه الاهلي. انا هاجي ابقى موجود مكانك باخد اخر نقطه انت انتهيت منها. مش هبدا انا اعمل حاجه جديده وشكل جديد هتعب لكن اخد اخر نقطه انت احنا ما بننتهيش من اخر حاجه. يجي مجلس اداره اتحاد كوره جديد تلاقي اللي يجي بعده تلاقي يعمل منظومه جديده وشكل جديد ويمشي ويجيب. لا عايزين ننجح عشان تنجح وعشان المنظومه كمان تنجح بتاعتنا كلها الرياضيه لازم تقبل على خش على الكفاءات خش على السيفيهات خش على كل واحد ايه عشان ما تقعد مع اي واحد. الكلام ده والله نفسي انا بقول لك عشان كده ما باجي ما بروحش اقدم في تحرك كوره من ضمن الاسباب النقطه دي الجوهريه. ماشي يعني قبل ما ندخل في جو الاهلي وتليفونات بني سويف والدنيا والتشكيله والقايمه وكابتن احمد ايوب ممكن يعمل ايه اقول لك النتائج بسرعه اللي حصلت في كاس مصر. يعني دجله كسب او خلينا في الاول بتروجيت كسب البنك الاهلي 1-0. طلائع الجيش خسرت من الجونه 2-1. مظبوط. النصر خسر من الداخليه 1-0. تمام. دجله كسب 1-0 كفر الشيخ. كفر الشيخ. انت شايف المفارقات. الانتاج كسب 1-0 بطرق اسيوط. مظبوط. المصري كسب 3 بني حديد. يعني شايف يعني نظرة عامة كده. النتائج اللي حضرتك اتكلمت عليها دي نتائج طبيعية وخاصة في الكاس. يعني الكاس بقى فيه مفاجآت والدليل الجونة طلعت الجيش من كاس مصر. بالزبط. على طول قبل كده بني عبيد طلعت الزمالك مش تقلان في الاس بيحصل فيه مفاجآت. والنتائج اللي قدامك دي طبيعي جدا ان فرقة بتلعب في دوري ممتاز بتلعب فرقة ممتاز ليه او نقول درجة طبيعية اللي ممكن يبقى فارق النقاط فارق اللعيبة فارق في حاجات الامكانيات لكن هي بيبقى فيه برضه بتبقى فرصه للاعيب الممتاز بيه. يعني لازم الناس تعرف كنت اقول لك ايه الاسباب الاسباب بتاعت الناس لازم تعرف اللي فيه فرصه للاعيب في الممتاز بيه. عايز برضه الفرقه اللي بيلعب قدام فرقه من فرق الدوري الممتاز عايز تبص عليها وبعد فتره فعلا بقى تيجي بين الدورين تلاقي الفرق اللي انت شايفها الاسماء الكبيره زي المصري دجله الطلائع الداخليه كل ده تلاقيه بياخد لعيبه من اللي كان بتلعب قصاده من الفرقه دي. فدي بتبقى فرصه للعيبه فاللعيبه بتطلع كل الحماس اللي عندها ماتش العمر بيبقى بالنسبه له ماتش العمر ده ماتش فرصه اللي تبص عليه والولاد عايز يطلع كل اللي عنده. فده بتبقى نتائج طبيعيه احنا هي الناس بتقول عليها مفاجات مش مفاجات هي بتبقى انا بعتبرها حماس من الفرق اللي بتبقى في الممتاز ب بتبقى وده دليل تلاقي الفرق الكبيره بتبقى متخوفه جدا من ايه؟ من اللي يحصل نتيجه عكسيه وده اللي حصل من الطلائع. يعني النهارده احمد سامي عمل غرامات على لعبه الطلائع ما انا بقول لك ما حقه عشان هو لازم ما هو لازم اكيد كان في المفروض في قبل محاضره على فكره مش محاضره فنيه محاضره نفسيه للموضوع ده اللي ازاي انا اقابل الفرق الصغيره دي وازاي اعمل معاه. هو المدير الفني مش هيدي غرامات يا كابتن ياسر او مش هيوقع عقوبات غير لما يكون قايل في الكلام انت بتقول اوكي الكلام انت بتتكلمه ده ان هو حذر وعمل عشان كده هو طلع نفسه عملت كل عليا يبقى هعمل عليكم غرامات ما فيش مشكله بس انت برضو اما فرقه بتطلعك ده خلي بالك اسهمك بتقل مش بتقل في النادي بتقل اللي انت برضو بطوله زي الكاس ما ينفعش نطلع من فرقه صغيره مهما كان ممكن اتعدل يعني ممكن اوصل لضربات جزاء على فكره وممكن انا اكسب كفرقه كبيره اكسب بضربات الجزاء لكن برضو دليل الفرق اللي هي الصغيره دي بتبقى تقلق اي فرقه كبيره وبرضو انت مع اذا بنتكلم على الفرق الكبيره برضو هتلاقي برضو عندك النادي الاهلي. النادي الاهلي لعب تليفونات بني سويف يعني فرقه برضو زيها زي الفرق اللي في الممتاز بيه
بس مع ان شاء الله باذن الله مع الفرق هنتكلم على موضوع الاهلي وتليفونات بني سويف، بس النتائج اللي انا شايفها نتائج طبيعيه يعني موجوده في الكاس مصر. نتائج طبيعيه ماشي، يعني هي نتائج مقبوله. اه طبعا. زي ما انت قلت بتبقى مباريات العمر بالنسبه لعيبه الدرجه الاولى واللعيبه اللي هي مجهوله. بالظبط. زي ما انت قلت برضو كمان الجونه طلعت طلائع الجيش، الجونه برضو كان ليه برضو شلنا ورانا، ما فيش مشكله، بس في الاول كان عندهم امكانيات ماديه وعندهم امكانيات ماديه يتمناها اي نادي. اه بس يعني احنا بنتكلم على الفرق اللي هي المفروض، هي المفروض الجونه كمان من الفرق اللي المفروض هتنافس في مجموعه الصعيد، يعني فرق كويسه اصلا لها باع في 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 المجموعات الممتاز به. بس انت عارف برضو فرقه محترمه مع الحاج احمد الصحيفي برضو، ده شخص احنا كلنا عارفينه وشخص صديق علينا، فبرضو موجود معاهم سواء في الناحيه الفنيه او الاداريه، هي منظومه ناجحه. فبنتمنى ان شاء الله زي ما بنشوف الجونه عامل مفاجاه في كاس، ان شاء الله نتمنى اللي هو نلاقي في الدوري الممتاز السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كمان كمان دجله كسب كفر الشيخ عبد الناصر محمد، كان بيقول ان هو مش عارف ظلم او حاجات برضو يا جماعه، لو نتاكد برضو او نجيب الكابتن عبد الناصر، بيقول ان كانت فيها مباراه فيها كلام برضو دجله. ما انا قلت لك كفر الشيخ خلي بالك نتائج دجله في الفتره الاخيره مش كويسه. احنا بنتكلم بقى خالص في الكوره نتيجه في مع فرق الدوري مش كويسه. فما هو يجي يكسب، ما يكسب كفر الشيخ برضو يعني نتيجه بالنسبه له هو. حتى ميدو انا سمعت تصريح لميدو قال لك المباراه دي بدات تخليني ارجع تاني للمباراه اللي انا ازاي اكسب وازاي ارجع لايه النتائج بتاعتي الطبيعيه، اللي انا ما ينفعش اللي دجله يبقى في المركز اللي موجود ده او النتائج اللي موجوده في الدوري. لكن في الاول وفي الاخر برضو احنا مش احنا قلنا ايه، هي المركز ال 15 عنده 6 نقاط. ما انا بقول لك نتائجه مش كويسه. انا متابع فرق دواد دجله وميدو مدرب محترم جدا وبرضو على الساحه كويس. بس برضو هو لازم كان يتوقع اللي ممكن نتائج زي ده ما ينفعش. وقلت لك قبل كده انا لو مدير فني وماسك فرقه وفرقه كبيره لازم اعمل تخوفاتي من الفرقه الصغيره مش صغيره. طب بقى لو احمد ايوب هتعمل ايه؟ احمد ايوب بالنسبه للمباراه اللي جايه. لا احمد ايوب خلي بالك عنده خبرات خلاص. لا انا بكلمك انت. يعني انا عارف ان احمد ايوب عنده خبرات اكيد. لا هو انت بقى بدماغك كنت ممكن تعمل ايه مع النادي الاهلي في مباراه بني سويف؟ لا انا طبيعي اللي انا بص تثبيت التشكيل عندي ده اساسي ايا كان، وانا عشان طلعت من بطوله او عشان خسرت بطوله، انا ما خسرتش بطوله، انا دلوقتي انا وصلت للنهائي. يعني ما اوصل للنهائي في بطوله زي ده على فكره بطوله مش صغيره، انا واخد بطوله الدوري واخد بطوله الكاس، فطبيعي جدا ما ينفعش انا لعبت النادي الاهلي كلها بعتبرهم زي بعض، لكن في لعيب رجله موجوده في الملعب، في لعيب في لعيبه موجوده، لكن هو طبيعي انا في مباراه بني سويف اللي انا بنسبه 90% العب بالقوام الاساسي بتاعي، ليه مباراه زي دي ممكن برضه زي ما انت بتقول مفاجات، ممكن يحصل مفاجات في الكوره وخاصه انت برضه فرقه هتلاقيها جايه بتلعب قدام النادي الاهلي هتلاقيها متحمسه متحفزه لعيبه جواها عايزه تثبت وجود المدير الفني نفسه رئيس النادي هتلاقي بالنسبه لهم عيد طبعا، فاليوم العيد ده ممكن يضرني انا. فانا لازم اقابله بنفس الاتجاه اللي قابلني. طب رحب بعلاء ابراهيم انا وبعد كده نرجع نتكلم على التشكيله الاساسيه انت عايز تتكلم فيها. ازيك يا كابتن علاء عامل ايه؟ حبيبي يا كابتن ياسر طبعا زيك وحشني جدا. ربنا يخليك. انتوا عامل ايه وحشني؟ ربنا يكرمك. نجم الاهلي السابق والنجم يعني النجم الهداف النجم الحريف كابتن علاء ابراهيم، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا ميدو عامل ايه وحشني؟ كله تمام انت عامل ايه؟ الحمد لله زي الفل الحمد لله فضل ونعم الحمد لله. الحمد لله. يعني بنتكلم بقى على كاس مصر واكيد طبعا انت ليك يعني صولات وجولات مع الاهلي في كاس مصر، قول لي الحاجه اللي بتحضرك دلوقتي او بتفتكرها دلوقتي على يعني على مدار مشاركتك في كاس مصر مع النادي الاهلي. يعني كان في قبل نهائي كان موقفين، قبل نهائي كنا بنلعب القناه في استاد القاهره. وكان 0-0 وفي الدقيقة تقريبا 40-42 الشوط الثاني وليد صلاح يعني كان بالنظرة كده بيعمل لي حاجات بينيات كده جامدة قوي فعملها لي من ورا السيرف باكات حاططها فيرست تايم كده من فوق مصطفى كمال كان واقف وقتها في نادي القناة. دي مباراة النهائي والنهائي كان طبعا النهائي المشهور قوي بيننا وبين غزل المحلة بعد الثالث والرابع الهدف يعني الوقت الاضافي الثالث والرابع كان في فاول جاء انا كنت بشوط فاولات في النادي الاهلي يعني تمام يعني قليل قوي فكان كمونه دايما هو اللي متخصص في الفاولات فراح يشوطها قلت له لا سيبني انا هجيبها جول بس بلغه الصعيدي بقى لحد دلوقتي كل ما كمونه يقول لي نمسى سيبها اجيبها جول وجبتها جول الحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله. مصطفى كمال كان ليه لازمه لما كنت تحط فيه جون كنت اقول لك يا ابني اللعيبه قالها لك في الماتش حتى لما بيدخل فيه جون
يا ابن اللعيبة على طول كده. يا ابن اللعيبة على طول. كان معاه فين بقى مره ومعانا مره باللاعب الاهلي ده الجون اهو ده الجون يا كابتن احنا بنعرضه مش عارف انت بتشوفه ولا لا. ايوه هو ده الفاول بالظبط. هو ده كان دايما هو المتخصص كان كمونه هو اللي بيشوط هتلاقيه هو اللي بيجري ورايا كمان. ايوه بالظبط والحضري طبعا هيكسر الكاميرا بسنانه كالعاده. يعني مصطفى كمال كنا احكي لك موقف وانت معانا يا كابتن علي. كنا في ايه بنلعب الاهلي فالله يرحمه الله يرحمه احسن ليه محمد عبد الرب حط فينا فاول جول. فانا كنت واقف اول واحد في الحيطه فلقيته بص كده وانا شايف شفايفه بقى ويا ابني اللعيبه رحت رايح له طبعا مش عايز اقول لك قلت له ايه قلت له يا ابني جول جان فيه قال لي بس جول صعب وحلو هو احنا لا على فكره كده على فكره هو عادي ده ما بيبقاش قاصد بس هو دي طريقه مصطفى كمال على فكره من جواه انسان طيب جدا يعني حسن مصطفى. يعني كابتن علاء شايف اول مباراه في مشوار النادي الاهلي مع تليفونات بني سويف وايه المفروض النادي الاهلي يخلي باله منه في ظل النتائج اللي هي كانت فيها مفاجات نوعا ما في بدايه كاس مصر؟ يعني احنا طبعا طالعين من بطوله صعبه وبطوله غاليه علينا جدا ضاعت مننا يعني فطبيعي ان الموسم ده مش عايزين طبعا يعدي الا يعني مش هيعوض لجماهير النادي الاهلي ومحبين النادي الاهلي الا على الاقل البطولتين بتوع السنه دي مع بطوله كمان السوبر ان شاء الله يعني. فاعتقد ان محتاجين بقى نشوف وجوه جديده الوجوه اللي هي لعبت الفتره اللي فاتت في الدوري وفدابت في رد بقى في الدوري هو الكابتن ثواني يا كابتن علاء هو الكابتن علاء بيقول لك عايزين نشوف وجوه جديده وانت كنت بتقول عايز العب بنسبه كبيره من التشكيل. الكابتن ياسر بيختلف معاك بقى يا كابتن علاء. بص علاء في ماتشات انت لما بتبقى ماسك فرقه كبيره زي النادي الاهلي اعتقد الامور بتبقى بالنسبه لك انت كمدير فن صعب. ليه؟ انت طبيعي ان انت تكسب ايا كان الوجوه اللي انت بتقول عليها. نتمنى اللي طبعا ما فيش وجوه جديده في النادي الاهلي كلهم قائمه اللي موجوده قائمه اساسيه بالنسبه لي. لكن هو كمدير فني طبيعي ان انا احط بقوام الاساس بتاعي حتى لو بنسبه 80% ليه المباراه ممكن تعرف الكاس فيه مفاجات وفي لعبة بتبقى جايه متحمسه ومتحفزه مدير فني ولاعيبه وهتلاقي عشان تجيب الجون الاولاني بيبقى صعب جدا. ايه رايك يا كابتن علاء؟ فدي بيبقى دي وجهه نظري مش عارف بس انا يعني انا لما اشوف مثلا تيتو جابر اعتقد ده وجه بالنسبه لي. هو ميدو مصاب هو ميدو للاسف مصاب مش هيلحق مباراه بني سويف مثلا. عمرو بركات برده لما اشوفه تمام ده وجه جديد. باكا اللي هو الجديد ده هو برده وباكا مسافر برده عشان عنده ماتش في جنوب افريقيا. احمد ياسر رياض امتى هتديله فرصه؟ اتكلم بقى رد بقى. لا ما انا بقول لك ما هو بص الشباب او المجموعه اللي هي لسه صغيره. لا انا معاك انا معاك على فكره انا معاك. بص انا ماشي في حسب ظروف المباراه. لا انا وانت اتنين على واحد. لا بس اقول لك حسب ظروف المباراه معايا يعني انت في لعيب بيبقى انت عايز تديله بس تديله في وقت الفرقه كسبانه ينزل الواد ده ياخد ثقه هو او غيره من اللعيبه الصغيره. لكن في ظل الظروف اللي تبقى الاولانيه دي لا انا العب بالفرقه الاساسيه بتاعتي اخلص المباراه بنتيجه فرق سكور بعد كده ابدا اللي انا عايز اديله فرصه اديله. لكن النادي الاهلي ما ينفعش اللي انا التجارب فيه بتبقى بسيطه لان النادي لو خسر او طلع من البطوله مشكله كبيره صح خلينا برضو متفقين. حط انت نفسك بقى مكان المدير الفني طبيعي ان انا لازم لا امن الاول في النادي الاهلي. يعني كابتن علاء اول ما دخل قال انا مفيش ما ينفعش ان احنا بعد افريقيا. عايز اقول حاجه اتفضل. النادي الاهلي لو ما كانش الاساس سيد احتياطي يبقى نروح بقى. انت معاك حق على البطولات. انت معاك حق تبقى الفروقات بسيطه شويه مفيش لا الفروق كتيره خلي بالك بالظبط بس مساحه اللعب بالظبط بالظبط انا معاك انا معاك. يعني انا في اعتقادي ان عمرو بركات لو خد فرصه مش اقل من الناس اللي بتلعب حسين السيد او صبر الرحيم. ما انا قلت لك 80% على فكره ما قلتش 100% على انا قلت لك على الاقل 80% من القوام بعد كده 20% انت ممكن يعني انت ست لاعيبه اساسيين واربعه من اللي كان احتياطي اللي كان بيدفع عن الصوره ودي لعيبه كبيره برضه لعيبه وهتبقى تثبت وجودها لكن يعني هي نسب. اخر سؤال هساله لك كابتن علاء يعني قول لي اصعب موقف مر بيك في كاس مصر تحديدا. هو كنا بنلعب تقريبا الاتحاد وجول جابه مشير حنفي في نفسنا. يعني شاط كوره كده مش عارف ضربت في ظهر الدين كده حد بيشتتها ودخلت. بس ده عادي مع مشير. يعني ده عادي مش اول مره خسرنا مشير. ياسر بيقول لك مش اول مره خسرنا مشير. طلع احكي لك موقف الوقت بتاع مشير ده. انت لازم تمشير معايا كابتن علاء ابراهيم يعني كابتن علاء نورتني وشرفتني ودايما بسعد بمداخلاتك النجم الجميل كابتن علاء ابراهيم هداف النادي الاهلي السابق شكرا جدا ليك. احكي لي بقى موقف لا يعني هو ما جاب سيره مشير على طول يعني برضو كنا بنلعب المحله في المحله
كنت بتسمع صوته من تحت الاول؟ اه طبعا. لا خلي بالك مشير اصلا من احسن سرد باكات جت. اه لازقه هو كده يعني، انت ما تحسش بيه اصلا بالزبط. بس يتعبك انت، ولو انت فرويد يتعبك قوي من اللعيبه اللي هي بلغه الكوره نقول عليها غلس. ايوه لازم. بس ليه موقف كده ايه؟ قول يعني بقى، قول لي انت كنت عايز تحكي يعني. احنا كان باللعب المحله في المحله والماتش ده جاب جون في كابتن شوبير. جابه ازاي؟ اتلعبت من نص الملعب فطبط وكان بيلعب في الاهلي. ها؟ هو بيلعب في الماتش ده مع المحله. جاب جون في كابتن شوبير تحسها بيلعب في المحله. ما بقول لك قام عاملها بالهيد كده، قام معدي كابتن شوبير. واحنا اصلا في اليوم ده فرقتنا يومها ما كناش تقريبا 94 95 احنا كنا ماشيين كويس جدا. بس السنه دي بالذات الماتش ده كنا في المحله كلنا بره الجيم خالص اغلبيتنا. فايه تاني يوم الكابتن ايمن شوقي جه قال الاوضه تاني يوم، هو مشير انا ومشير من اول ناس اللي بنيجي الاوضه بدري بتاعت اوضه اللبس. فاحنا قاعدين كده فمشير زعلان، فقلت له خلاص يا مشير عادي جدا ما هو ماتش، بس احنا نركز الماتشات اللي جايه خلي بالك عشان بطوله الدوره، وخسرنا تاني هتقع مننا وبنحمس بعض. فالكابتن ايمن شوقي اصلا دمه خفيف رهيب انت احنا اللي عشرناه كمان. فتاني يوم قال له يا مشير انت زعلان ليه يا مشير؟ هو انت اول مره تخسر النادي الاهلي؟ قال له يا كابتن بس الجون اللي جبناه اللي جه فيه امبارح ده انا السبب. قال له بقول لك يا مشير وانت بتلعب الكوره كده في حد كان معاك في فرقه المحله؟ قال له والله يا كابتن كنت واقف لوحدي. قال له انت كنت واقف اوف سايد؟ كنت هروح اطرد على اللاين مان كنت واقف اوف سايد. بقول له روح اطرد على اللاين مان انت كنت واقف اوف سايد. بيتريق عليه. فيعني رهيب. لا لا يعني هو من النوع اللي كان بيخليك تطلع منه. فالحمد لله احنا مرينا بظروف كتير قوي مع النادي الاهلي. مش عارف ايه اللي جابها في دماغه دي صحيح يعني. لا على طول، ما عشان كده علاء ابراهيم فكرني بهدف برضه الاتحاد يعني، مش اول مره بشير يجيبها في على طول متعودنا يعني. انت برضه مش سهل برضه. لا لا مشير ده حبيبي، مشير ده حبيبي لازم اديله واحد. طيب انت قلت لي نبدا ب 70% من القوام الاساسي. طبعا علاء ابراهيم قال لك القوام الاساسي لا يختلف عن القوام البديل كثيرا ولكن عايز فرصه للعب. يا كابتن احنا قاعدين دلوقتي انا ممكن العب لك بالمجموعه كلها اللي قاعده احتياطي. انا هنا لكن لو لا مش قصدي انا بس ادير فرقه النادي الاهلي كلام او همسك فرقه ثانيه. طيب اقول لك على حاجه يعني. تليفونات من السويف هتلاقي اللعيبه اللي زعلانه من المدرب واللي كانوا متضايقين واللي عاملين مشاكل موجودين طبعا. صح طبعا. طيب انا بقى كنادي اهلي او كمدير فني في النادي الاهلي طبيعي جدا اللي انا هلعب، انا ممكن العب واثق في اللعيبه كلها، بس على الاقل مش هدي كله مره واحده. اللعيبه برضو خلي بالك في فيتنس ماتشات واحنا عارفين كده، وفي فورمه مباريات كل ده ما تبعدنيش خالص وتيجي تدخلني مع اللعيبه كلها مش موجوده رجلها في الملعب. لكن انا بقول لك على الاقل 60 40 70 30 يعني لازم يبقى عندي ده وده، ده يشيلني وده يبقى موجود. اما ادخل اما احط في خط الدفاع عندي اربعه على الاقل احط اثنين تمام كده في نص الملعب هحط واحد، عند الاربعه اللي قدام هحط اثنين كده. انا عملت توليفه بين اللعيب اللي هو موجود ورجله في الملعب وفورمه الماتشات ومعايا اللعيب اللي عايز انا اشيله برضه. فدي تشيل مين من اللعيبه يا كابتن ياسر؟ اتمنى اشوف، لا يعني اتمنى اشوف عمر بركات ماشي بفورمه كويسه جدا. اتمنى اشوف برضه صبر رحيل بقى له فتره مش موجود. اتمنى ان شاء الله الفرقه لو ماشيه كويس وحسين سيد لحق يلعب. ما انا بقول لك لا بس موجود في الصوره موجود. لا ماتش لعب ماتش اللي تقريبا الاتحاد واللعب بعد كده ماتش في افريقيا لا موجود بس مش بعيد خالص يعني غير عمرو بركات. اتمنى ان شاء الله لو في فرصه للشباب اللي موجودين اذا النتائج، عشان كده بقول لك اذا النتائج مساعده فرقه النادي الاهلي واحد او اثنين موجودين من الشباب اللي موجودين يدخلوه. يعني هي بتبقى المفروض بتبقى فرص. لا بس الحاجة التانية المباراة بقول لك المباراة دي فيها نوع من النوع اللي ممكن المدير الفني يبقى قلقان. ليه؟ عارف لما لاعب الإسماعيلي مش هقلق. هلاعب فرقة كبيرة لكن هلاعب فرقة. أحسن كمان أحمد أيوب اللي هيمسك الفرقة. لا أحمد خلي بالك أحمد أيوب خلاص أنت بتتكلم على مدير فني قبل كده اشتغل مع في حرس الحدود، اشتغل مع كابتن حسام بدر فترة طويلة. طبيعي اللي عنده خلاص خبرة وقبل كده على فكرة ماسك في ماتشات في البطولة العربية مدير فني. لا موجود على الساحة. لا أنا بتكلم إن هو كمان يعني عايز يثبت نفسه إن هو يعني يكسب. مفيش شك هو برضه طموحات ليه كمدير فني اللي هو ممكن يستعين بالعناصر الأساسية زي ما أنت بتقول. عشان كده هو برضه لا هو هيبقى في أكيد لينك بينه وبين كابتن حسام البدري في اختيارة اللعيبة علشان برضه وبرضه فرصة لأحمد أيوب. إحنا مش عايزين نقول فرصة أحمد أيوب مدير فني حالياً والحمد لله ان كان كابتن حسام فرصه كل ما تبقى مدير فني بتثبت نفسك. بالظبط بالظبط. وبرده في يوم من الايام اذا مش موجود مع النادي الاهلي برده عايز يشتغل لوحده هيبقى موجود. لكن خلاص ماسك فرقه النادي الاهلي اعتقد كابتن حسام بدر او احمد ايوب موجود في المباراه ده هتلاقيه متخوف جدا مش قلق. احمد الشيخ في المباراه دي اكيد هيبقى ليه دور اكيد في لعبة بين احمد الشيخ يا كابتن ياسر صفتك بقى لعيب يعني كنت لعيب يعني ليك طبع خاص
ايه الفرق بين احمد الشيخ المقصه واحمد الشيخ الاهلي؟ لا هو لازم احمد ايوه عايزين نفهم الناس احمد الشيخ لازم يعرف الاول الفرق بين الاهلي والمقصه، مش تقليلا برضه فرقه المقصه. انا الوقت بلعب على بطوله، انا في المقصه ما بلعبش على بطوله. انا في المقصه بلعب ما فيش ضغط عصبي ونفسي من الجمهور في المقصه. في النادي الاهلي هو ما يعرفش الكلام ده؟ لا ما انا بقول لك في منافسه، لا فممكن ابقى الفتى المدلل في فرقه المقصه، مش فتى المدلل هو اللعب، لا من اللعيبه النجوم، لا فتى مدلل فعلا. لكن هاجي النادي الاهلي، النادي الاهلي كله نجوم، عشان ابقى موجود اخد مكان واحد لازم اتعب جدا، ولازم يعني عشان تبقى موجود في منافسه، ومنافسه شرسه. انت بتتكلم منافسه بينه وبين وليد سليمان، بينه وبين حمودي، بينه وبين اجاي، بينه وبين كمبال، بينه وبين لعيبه كتير قوي موجوده. ده اعتقد بنت مين عماد، ده اللي شكله عماد. شكله عماد متعب. معايا. فالمنافسه بتبقى منافسه صعبه، مش عشان كده الموضوع بالنسبه له بيبقى لازم يعرف ان النادي الاهلي ليه طعم تاني. وعشان كده النادي الاهلي هو كل مباراه انت بتلعب مع النادي الاهلي نجومتك بتزيد، شهرتك بتزيد، وكل ما تحرز هدف هتلاقي كمان نجومتك بتعلى. والدليل عماد متعب، انت عارف عماد متعب دلوقتي تاريخه لما بيبقى موجود الناس بتبقى ما شاء الله. وجوده مع النادي الاهلي عشان كده الشيخ مش هنقول لازم يعرف، بس هي الموضوع بالنسبه له بيبقى في منافسه شرسه بينه وبين بيعمل اطالات. مش طالع لك على فكره. مش لا لا هو فروت، انا هقف انا عندي على طول. عارف لو في نص الحاجات اللي فيك، السمات الشخصيه اللي فيك؟ لا عنده. لا لا والله اقول لك على حاجه، السمات الشخصيه اللي انا عارفها بس خد بس مني اللي انا عارفها انا وانت. لا ايهاب، انا احمد يبقى قد كده مثلا مليون مره، ما شاء الله عليه ربنا يعينه. على فكره واحد كان قاعد فجاه، لا ومهما كان ما تقولش هو مع ابوه كان لعيب كوره، لما هو في الزمن ده وبيشوف اللعيبه دي كلها وبقى في وسط النجوم دي كلها، طبيعي اللي هو لازم يحصل له يعني مش هنقول عدم توازن، بس برضه فرحان باللي هو موجود في النادي الاهلي. فبنتمنى ان شاء الله باذن الله اللي النادي الاهلي يعني زي ما هو معودنا كده يفرحنا، ومعودنا اللي هو يسعد جمهور مصر كلها. فالحمد لله. انا لا عايز ارجع بس بيك شويه. لا انا عايز بس، لا لا انت دخلتني في حته مهمه. انا بقول لك السمات الشخصيه اللي فيك ايه اللي هي بيفتقدها معظم اللعيبه دلوقتي، اللي هو الالتزام، الالتزام القوي. مش بتكلم على لعيبه النادي الاهلي بس، لا خلي بالك الالتزام القوي سمه شخصيه ربنا بيخليها، بس موجوده في النادي الاهلي. ما ينفعش، ما بتكلمش على الاهلي. لا عامه لعيبه النادي الاهلي وانت جربت لازم تبقى ملتزم، ما هو اللي علمنا الالتزام هو النادي الاهلي. بس انا بتكلم على الالتزام بتاعك اللي انا كنت بشوفك بيه. لا هو دي طبيعه جوايا، اللي انا لو انا حسيت لو انا جيت لك متاخر دي بتضايقني. انت بتروح قبل التمرين بساعتين على طول، ولو انا جيت لك هنا حتى في الاستوديو تلاقيني جاي قال لك قبلها بفتره. ليه؟ ما بقاش انا قاعد يبقى في اللي قدامي متضايق، انا ممكن انتظرك. لكن لو انا جيت في الميعاد اللي انت قلت لي عليه وما لقيتكش ممكن اسيب المكان وامشي. لكن في الاول وفي الاخر برضه اللي انا بحاول برضو يعني ولادي حته الانضباط والالتزام دي تبقى موجوده. أكيد أكيد. ولانهم بدري ولازم تبقى ملتزم ولازم تجتهد ولازم تدوس ولازم في حاجات كتير جدا انا بديها له خبرات مش اكتر يعني. تمام. يعني كنت عايز تتكلم في حاجه؟ انا عايز ارجع بقى يعني الناس كلها، انا على المواقع النادي الاهلي والهجوم على الجهاز الفني والهجوم على اللعيبه والهجوم على النادي الاهلي. ايه اللي حصل مع النادي الاهلي؟ واخد دوري، واخد كاس، وصلنا نهائي افريقيا معايا. ومش هنقول بقى التحكيم ولا حاجه، بس اللي النادي الاهلي عمله الفتره الاخيره، لا عمل انجازات. عمل نتائج، النادي الاهلي ما خسرش ولا مباراه في الدوري. النادي الاهلي حق عشان يبقى موجود كمان في الموقف السياسي اللي موجود لعبنا في البطوله العربيه ايا كان. وانا كنت اعتقد اللي مجلس الاداره والكابتن حسام بدري كانوا مش عايزين يلعبوا على ليه بطوله افريقيا ودوري وكاس فدخلنا برضو البطوله العربيه بطوله شرفيه. بس وجود النادي الاهلي فيها، ومع ذلك النادي الاهلي دخل موجود فيها. فاحنا عايزين نقول مش عايزين نجمه النادي الاهلي ويبقى فيه هوجه كده اعلاميه اللي عايزه توقع النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بوقعش، النادي الاهلي كبير بادارته، كبير بلاعيبته، كبير بجهازه الفني. ولازم يعرفوا اللي هم عملوه ده انجاز على فكره. انا اللي بقول اللي يوصل للنادي الاهلي بطولات كتير نهائي افريقيا مش مره تكرارا برضو ده انجاز للنادي الاهلي. فاحنا مش عايزين ندخل في ايه اللي الناس يقول لك ايه. انا اسمع الجهاز الفني، الجهاز الفني مش بتكلم انا. بص على فكره انا بتحافظ على كلام برضو علشان انا ابني موجود في الدرجه الاولى، فانا كلامي بيبقى باخده بحظ علشان لكن انا بتكلم والله الحقيقه، بتكلم على كابتن حسام البدري والجهاز الفني. لا عملوا انجازات، وانجازات
تتحسب لهم في تاريخهم، وبكفايه شخصيه المدير الفني اللي هي بيقودها النادي الاهلي اكيد. وباسم، باسم علي احنا نسيب بقى من اللعيبه كويسه جدا من اللعيبه. بس ما انا قلت لك زي ما بنتكلم على احمد الشيخ المنافسه قويه، انت بتتكلم على محمد هاني وباسم علي ومعندك احمد فتحي، انت بتتكلم في الجزء اليمين ناحيه الشمال عندك علي معلول وصبر رحيل وعندك ايمن اشرف. الموضوع يا كابتن الموضوع انت بتتكلم انت في النادي الاهلي، في النادي الاهلي ده يعني الموضوع شق جدا. عشان تبقى حارس مرمى النادي الاهلي لازم تكون احسن حارس مرمى في مصر. عشان تبقى سيرد باك النادي الاهلي تبقى احسن سيرد باك في مصر كده. انا نادي بتاع بطولات، النادي ما ينفعش انا. وعشان كده المنافسه بتبقى منافسه شريفه، يعني المنافسه بتبقى منافسه شريفه بين اللعيب، واللعيب بياخد زي ما انت بتتكلم، انت بتقول اللعيب عايز ياخد فرصه، ما هي الفرص بتيجي كده. مباراه الكاس ممكن عمرو وكانت لا احتياطه ونازل يكسب النادي الاهلي، وحصلت في البطوله العربيه كده وعمل كده. ففي حاجات كتير قوي بتبقى موجوده بتساعدنا. فاللعيبه دي عارفه وايمن اشرف كل والله تلاقي كتير. انت بس المشكله اللي عندنا اللي انا بقول لك ايه، اللعيبه لازم تعرف مش في لعيبه عارفه النادي الاهلي زي ايمن اشرف ابن النادي الاهلي، حسين السيد صبر، في لعيبه كانت اصلا من ولاد النادي عارفين قيمه النادي الاهلي. اللعيبه الجديده اللي هي بتيجي زي احمد حموده، يعني انا زعلت قوي لاحمد حموده في ماتش افريقيا زعلان وبيبكي اللي راح من البطوله. لا مش النادي الاهلي احنا كده، مش فاهم قصدي. هو فرحان وعايز يفرح، بس ارفع انت راسك، انت في النادي الاهلي طبيعي جدا. انت الكره مكسب وخساره، برشلونه وريال مدريد بيروح منه بطوله الدوري، بيروح منه بطوله اوروبا والله. ما انا بقول لك معلش بس بص فين وفين عم الاحساس ده. لكن انا عايزك ايه، انت في النادي الاهلي طبيعي اللي انت هتاخد بطولات، وطبيعي اللي هيروح منك بطولات. انت عارف انت بتزعل امتى؟ لما بتكون انت حاسس ان انت الاحسن والله. بروح منك بص لو انت حاسس ومقتنع ان انت كويس، انت وحش ومفيش حاجه. بس لازم نعترف البطوله. بص يعني لو اتكلمنا عن البطوله، هي اصلا البطوله من هنا نسبتك راحت مننا هنا بنسبه مثلا 70%. احنا كنا برضو معشمانين برضو احنا كلاعيبه النادي الاهلي وناس حتى من الجمهور اللي احنا ممكن نعوض زي ما عوضنا ماتش الترجي. انا والله العظيم انا بقول لك كنت عارف ان احنا خسرانين البطوله. لا الماتش اللي كان في برج العرب انا عرفت ان احنا خسرانين البطوله. يعني مش هن وده طبيعي يا جماعه، الكره في مكسب وخساره، مش معنى كده. وما ينفعش ناخد كل البطولات برضه. لا يعني فاهم قصدي ايه؟ بس كان انجاز هيتحسب لنا في النادي الاهلي. انت كنت احسن فرقه وكنت اقرب بالظبط، وكنت فرقه وخلي بالك وصلت بصعوبه، والماتش اللي انت هنا كنت فيه انت الاحسن، وماتش الوداد انت الاحسن، والماتش اللي هناك على فكره انا فوجئت انا فوجئت ان فرقه الوداد في المغرب بتلعب برضه بتردف عادي، ما غيرش من السيستم بتاعه. انت الاهلي احترم النادي الاهلي، ما هو انت الاهلي هو احترم والحظ كان معاه والحكام والدنيا. بص انا الدنيا كلها بص لا بص اقول لك على حاجه، انا بحب قوي الحكم مش معاهم. بص النادي بحب قوي الفرقه اللي تحترم النادي الاهلي. اه والله ومين ما بيحترمش؟ مش فاهم قصدي. لا لا في فرقه تقول لك في مدير فني يقول لك انا راح اكسب النادي الاهلي، ده بيبقى من ورا قلبه. ما انا بقول لك والله العظيم ما بقول لك ما بيقولها، هو عايز يدي ثقه للاعيبه. لكن النادي الاهلي فرقه كبيره طبعا وكله بيحترمها. عشان كده نظره لما اشوفه مين؟ نظره لما اشوفه اديله بونيه كده. احنا مش عايزين نحمل. قلت لك قبل كده لا مفيش. بص احنا أيوه. بنهزر. لا مش بنهزر. لا يعني عايز يطلع نفسه وحش، ولا في لعيب عايز يبقى نجم، ولا في لعيب عايز يبقى يجيب اهداف، وعليه ضغوط كتيره والله. بالزبط. يعني انا بعذره وما شاء الله في ماتش النجم الساحلي يعني كان ماتش كويس. بالزبط. الكره كده وانت راجل كنت فيرود. يعني طبيعي اللي انت ممكن تجيب جون، ممكن تلاقيك فتره قعد فتره بتحرص وبعد كده تجيب. بس احنا مش هنقف لك، مش هنقف على الواحده. أكيد. لو وقفنا على الواحده يبقى احنا كله هناخد بالقطعه نتعب. اكيد اكيد اكيد. بس انت يعني مش عايزين نقعد نتكلم بقى. احنا 36 مره خدنا الكاس، ممكن تبقى 37 ان شاء الله و39 دوري. بس احنا انت عارف انا ببقى اقول المقوله بتاعتي، النادي الاهلي مش محتاج بطولات، اللعيبه اللي محتاجه بطولات. عشان لما اجي اقعد معاك هنا وانا قاعد معاك على الهوا كده بقول لك يا ميدو انا خدت 18 بطوله بين دوري وبين كاس وبين بطولات عربيه. ما انا بقول لك فده عشان كده اللعيب اعمل. والكابتن صالح قالها يعني احنا مره دخل علينا كده، قال لنا على فكره انت بتعمل بطولات لنفسك. انت اللي محتاج تكبر اسمك. بالزبط. انت اللي محتاج تقول وانت قاعد كده انا جبت كام بطوله. بالزبط. فانا بتمنى اللعيبه اللي موجوده دلوقتي زي ما بتعمل انجاز في بطوله الدوري وبطوله الكاس. بالزبط. كل ده زي ما بتتكلم على حسام عاشور، بتتكلم على عماد متعب، بتتكلم على حسام غالي، بتتكلم على شريف اكرام، على احمد فتحي. على وليد سليمان دلوقتي دخل برده في المنظومه. في لعيبه كتير قوي تفتخر بنفسها. بالزبط. تفتخر ان هي بتاخد بطولات. بالزبط. وده هو ده قطعه من النادي الاهلي. بالظبط. يعني كلام حلو قوي. انا هقفل بيه الكلام ده، ان النادي الاهلي مش محتاج بطولات، اللعيبه هي اللي محتاجه بطولات عشان يقولوا احنا خدنا بطولات زي ما انت قلت. ان شاء الله. كلام مهم جدا والله.
تمام يا كابتن ميس. ما تزعلش ان انا اخرتك. لا 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 بالعكس، انا سعيد جدا بالكلام اللي اتكلمت فيه قبل الحلقه عن المرشحين بتاع موضوع اللجنه الاولمبيه، فده بنتمنى زي ما احنا اتكلمنا على احنا عايزين ننجح، مش منظومه النادي الاهلي بس، منظومه الرياضيه كلها تنجح ان شاء الله باذن الله. يا رب نورتنا وشرفتنا ان شاء الله. احنا بنلعب بكره اجيب جول بقى. مش امين يا رب ان شاء الله. عايزين لا احنا عايزين النادي الاهلي يكسب ان شاء الله. هتعزمنا على العشاء ولا تهرب؟ لا لا ما فيش مشكله، النادي الاهلي يكسب ان شاء الله. حبيبي يا كابتن، باذن الله ان شاء الله ربنا يخليك. اتفضل. يعني نهايه فقرتنا حانت الان. استضفنا يعني في بدايه الفقره واتكلمنا على اللجنه الاولمبيه، وبصراحه يعني كانت حاجه مأساه بالنسبه لي. ان شاء الله ربنا يعدي الامور. وكان نجم الفقرة الثانية كابتن الكبير كابتن مصر النادي الأهلي كابتن ياسر ريان. إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي وجماهيره. إن شاء الله ربنا يعني هيفرحنا قريب جدا إن شاء الله، وإن شاء الله ناخد كأس أفريقيا قريبا إن شاء الله. كل سنة بنروحها وكل سنة بنوصل للنهائي. عندنا حاجات كتير قوي. نورتوني وشرفتوني دايما. مع ألف سلامة.